التنافس القوي والمثير الذي شاهدناه في أول أشواط هذا المساء حمل الإثارة والتوقيتات المميزة وانطلاقات هذه الهجن العتية التي تأتي دائما للتحدي في هذه الرياضة العربية الأصيلة. نبدأ بالمقدمة مع أول التحديات والانطلاقات، فتنة في المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق بن فضل الأمين يقود هذا التحدي، بينما على المركز الثاني هي جبارة في المركز الثاني لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان محمد بن جابر الينيبي الذي يقود هذا التحدي. أذهب للمركز الثالث وهي الشايبة لهجن سيح السلم سعيد بن سالم الينيبي في الإثارة والانطلاق. المركز الرابع اندفاعنا إلى وجود أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك طارش بن مبارك بالقوبع الذي يقود هذا الأداء الجميل والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. نعود إلى المركز الخامس ونتابع اللظى في المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل إلى مين يقود هذا التحدي، بينما سادسا هملول على المركز السادس لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في الأداء والتدريب. المركز السابع هو هي غزلان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقدم هذه اللحظات المميزة. وصلت في المركز الثامن هجن الغرافة قادمة سالم بن عامر المدهوشي، تحية وسلام للمشاركين هنا دائما في هذا الانطلاق وفي هذه التحديات. المركز التاسع شاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي، بينما على المركز العاشر نعود مع اندفاعي ندى لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي الذي يقود هذا الأداء الجميل. ما شاء الله وتبارك الله، انطلاقات تحديات وانطلاقات ومسار ما شاء الله بكل قوة إلى الأداء الجميل الذي يحمل هذه القوة وهذه اللحظات المميزة. الله، الصدارة 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 والعودة إلى المقدمة والتي يقودها من كان له أيضا نصيب التحديات في الشوط الماضي من خلال انطلاق الظبي، هو بنفس الشعار بنفس التحدي بنفس المسار يحمل هذه الانطلاقات. هنا المركز الأول نعود مباشرة إلى المقدمة ونذهب مباشرة مع فتنة في المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان وصادق بن فضل أمين يطلق هذا الأداء المميز، بينما على المركز الثاني تتدخل جبارة في المركز الثاني لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان ومحمد بن جابر الينيبي الذي يقود هذا التحدي. وأفراح على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع وجود طارش بن مبارك بالقوبع. يلا يا ابو بطي تحرك مع التاريخ والانجازات التي كانت هنا في هذه الرياضة العربية الأصيلة. المركز الرابع هجن سيح السلم قادمة بكل التحديات مع وجود هنا الشايب وسعيد بن سالم الينيبي الذي يقودها هناك على المركز الخامس. مباشرة إلى لظى في المركز الخامس من خلال هذه التحديات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، وهناك صادق بن فضل الأمين وهجن الغرافة في انطلاقها تصل مع هذه اللحظة المركز السادس، وهناك سالم بن عامر المدهوشي الذي يعلن هذا الأداء الجميل. الرئاسة متواجدة وهي هملولة على المركز السادس من خلال أداء الظافر علي بن جميل الوهيبي، وثامنا هناك الشاهينية في المركز الثامن لهجن العاصفة، والمركز التاسع أيضا والقيادة لغياث الهلالي، وعاشرا وصلنا مع الشاهينية لهجن الرئاسة والقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه أسمانا هنا نقترب من الإعلان النهائي مسار هذه الفئة المميزة. التسلل على الجوانب الأخرى قادم بكل قوة، لكن الصدارة لا تزال مع المقدمة ومع الأداء المميز الذي تقود في هذه اللحظة. فتنة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق بن فضل الأمين 1200 ما شاء الله.
هناك سالم بن عامر المدهوشي وصل مع الغرافة إلى المركز الثاني، يتسلل مع هذه التحديات والانطلاقات والاندفاعات المركز الثالث. نذهب مباشرة إلى ثالث المراكز، وتظهر هنا مع هذه لحظات اللظة لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف النهيانو. هناك سعيد محمد صادق بن فضل أمين يقود هذا التحدي، ولكن أفراح قادمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع تشكل الهجوم القوي. شواهين العاصفة وصلت الشاهينية، والشاهينية مع المركزين الرابع والخامس في هذه اللحظات، والمركز السادس قدم غياث الهلالي هنا بوارجه المميزة ما شاء الله وتبارك الله إلى المراكز التي تعلن هنا الانطلاق. وتابع الغرافة وهجن الغرافة تقدم نوادر في هذا الشوط الذي يضم جملة من النوادر في الانطلاقات والتحديات والانطلاقات مع هذا التحدي ما شاء الله وتبارك الله. سالم بن عامر المدهوشي ما شاء الله اسم يعرف دائما التحديات والانطلاقات والمنافسات في هذه الرياضة العربية الأصيلة مع هذا الشعار الذي كان له كل التحديات والانطلاقات. إذا تهانينا والناموس من خلال هذه اللحظات مع هذه المشاركة لهجن الغرافة. تهانينا سالم بن عامر المدهوشي في كل الانطلاقات والتحديات في خلال أداء جميل ومميز واندفاعات تحمل القوة والإثارة في المركز الأول. شاهدين في المركز الثاني هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثالث هي فتنة اسمه الشيخ محمد بن ذياب السيف النهيان صادق بن فضل الأمين، والمركز الرابع والخامس هناك هجن العاصفة مع غياث الهلالي. أعود إلى المقدمة وتابع انطلاقات هذا الشوط، وتابع أيضا المسار في هذا التحدي وفي هذا الأداء الجميل. إلى المقدمة نعود إلى الصدارة ونشوف التوقيت، هي الغرافة وأجنها ما شاء الله شعار دائما في انطلاقات ومشاركات أيضا في ميدان المرموم. 7:38 ستة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس شكرا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني لهجن العاصفة. تهانينا والناموس 7:41 تسعة من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس، تهانينا غياث الهلالي. والمركز الثالث كانت الانطلاقة من وجود فتنة. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، تهانينا الصادق بن فضل الأمين على هذا الأداء الجميل. 7:45 سبعة من الأجزاء من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم شوطا تلو شوط، وها هي انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للقاية للجعادين. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم ونتابع المقدمة كوكب.